عليكم السلام. اهلا وسهلا ومرحبا، اتفضل اهلا يا وسهلا سيدي. بحضرتك. انا كنت سمعت احد الشيوخ قال انه بعد صلاه الجمعه ان احنا نصلي الظهر 4 ركعات بدل السنه، كنت عايز اعرف بس الموضوع ده كده صح ولا خطا؟ لا، هو عادة احنا بنصلي الجمعة طبعا في المسجد، صح ولا لا؟ بالظبط. كويس. هل الجمعة ليها سنة ولا ملهاش سنة بعدية طبعا يعني؟ ملهاش. قال لك لو صليتها في الجامع هتصليها 4. مركز معايا كده؟ معلش تاني، انا اسف. تاني، واحدة واحدة. انت بتكلمني عن الجمعة صح كده؟ هو حضرتك بتتكلم من موبايل ويبدو انه حضرتك واقف في حته فيها الشبكه. طيب، على اي، يبدو ان الاتصال اتقطع. على اي حال انا هشرح الموضوع بالتفصيل، حضرتك تابعني من خلال الاذاعه. شكرا لاتصالك يا سيدي. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه، احسن يوم في الاسبوع. اشمعنى يوم الجمعه؟ فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها، ولا تقوم الساعه الا في يوم الجمعه. ايضا في يوم الجمعه ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. جميل. الجمعة دي بقى إحنا بنروح نصلي الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإحنا رايحين نصلي الجمعة. كويس. الجمعة دي لها سنة ولا ملهاش سنة؟ الجمعة لها سنة ولا ملهاش سنة؟ طب السنة في صلاة بيبقى لها سنة قبلية وسنة بعدية، ليها سنة قبل وسنة بعد. على عهد رسول الله الجمعة ما كانش ليها سنة قبلية. ليه؟ لأن الجمعة كان ليها أذان واحد. الجمعة النهاردة عندنا في مصر في القاهرة كان ميعادها الساعة 12، أذان الجمعة كان الساعة 12 بالدقيقة. فلو على عهد رسول الله كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلع المنبر الساعة 12، لو ميعاد الجمعة الساعة 12، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المصلين يردوا السلام، يقوم هو قاعد على المنبر، يقوم المؤذن قايم مأذن الأذان بتاع الجمعة، يخلص الأذان يقوم النبي خطب الجمعة. فبعد الأذان في خطبة على طول، مفيش بقى صلاة سنة بقى. فالجمعة ما كانش لها سنة. كويس. لأنه كان على عهد رسول الله أذان واحد للجمعة. وأول جمعة صلاها النبي في المدينة في جامع لحد النهاردة اسمه مسجد الجمعة. النبي خطب الجمعة في الجامع ده، اللهم صل. أول جمعة صلاها كان في الجامع ده. طيب، يبقى الجمعة ملهاش سنة قبلية. أنا بس الجمعة دلوقتي بقى ليها أذانين اتنين، ما بقاش أذان واحد. الأذان التاني ده جه منين؟ جه في زمن عثمان بن عفان. النبي قال عليكم بسنتي. حاضر. قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة الخلفاء دول 34 سنة، يعني النبي قال الخلافة بعدي حوالي 39 سنة. 39 سنة، لما هتيجي تحسبهم هتلاقي 39 سنة. خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وجي بعد سيدنا علي سيدنا الحسن ابنه حوالي 8 شهور. فالنبي قال عليكم بسنتي، قلنا له ماشي هننفذ كلامك. حد تاني قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فجه عثمان بقى اللي هو رقم 3، أبو بكر وعمر وعثمان ده رقم 3، قام عمل أذان للجمعة. احنا كان عندنا أذان واحد، بقوا 2. ليه؟ الناس بقى الدنيا اتسعت والبلد اتسعت، فالناس كانت بتبقى في الاراضي، فبدأ يأذن اذان بدري شوية عشان الناس تيجي لحد الجامع، فعلى ما يجوا الجامع يتوضوا ويقعدوا يقوم الاذان التاني يجي فيأذن ويخطب الجمعة. فاصبح الجمعة بقى ليها اذانين. ايوة. واحنا اتعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة، فبقى الجمعة ليها سنة قبلية. عرفنا جت اللفه دي جت ازاي؟ على عهد رسوله كان اذان واحد. النبي قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فعثمان زود اذان، بدا بكر باذان، خلى فيه اذان بدري الاذان الاول عشان الناس تيجي لحد الجامع عشان يلحقوا الخطبه من اولها. فبقى عندي اذانين اتنين. الاذان اللي زاد ده مين اللي زوده؟ عثمان. مين اللي وافق عليه؟ النبي.
قال أنا موافق على الخلفاء اللي الخلفاء هيقولوه من بعدي يتعلق بأحكام الشرع، أنا موافق عليه واسمعوا كلامهم. هو اللي رباهم الصحابة دول تربية الوحي، فبقى يبقى الجمعة كده ليها سنة قبلية. ده طبعا عند بعض الفقهاء. البعض الآخر قال لك لا ملناش دعوة احنا على الأذان الأول بتاع النبي، فيبقى الجمعة ملهاش سنة قبلية. فأنت عندك خيارين اتنين، وعشان كده هتلاقي وانت قاعد في الجامع الأذان الأول أذن، في ناس قامت تصلي السنة وفي ناس تنتها قاعدة. ده صحيح وده صحيح. خلصنا السنة اللي قبل الجمعة، في بقى بعد الجمعة سنة. لو صليتها في المسجد هتصليها 4 ركعات، لو صليتها في البيت هتصليها 2 ركعات. ليه؟ لأنه أفضل مكان للسنة البيت، وأفضل مكان للفرض الجامع. فبيقول لك صلي الفرض في الجامع خلاص، وبيقول لك صلي السنة في البيت، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. النبي علمنا كده، فالسنن بنصليها في البيت. لو صليت السنة في البيت أجرك يبقى مضاعف، لو صليتها في المسجد أجرك عادي. سنة الجمعة صليتها في المسجد يبقى هتصليها 4، صليتها في البيت يبقى هتصليها 2.